مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في مادة التاريخ للصف 11 أدبي. درسنا لهذا اليوم وهو بعنوان حل تدريبات مراحل الحرب العالمية الأولى، الثلاث مراحل السابقة التي تناولناها مطولا. اليوم سوف نعمل مراجعة سريعة ونحل تدريباتها بإذن الله. أولا سوف نطلع على الأهداف. الهدف الأول أن يذكر الطالب أحداث المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية، ثم يوضح أحداث المرحلة الثالثة. أعزائي الطلاب، في المرحلة الأولى والتي كان عنوانها الرئيسي كما تعلمون الحرب الأوروبية، والتي امتدت بين عامي 1914 حتى عام 1916 ميلادي. أبرز ملامح هذه المرحلة كانت أولا دخول اليابان إلى جانب فرنسا وبريطانيا وروسيا ضد ألمانيا، حيث تمكنت اليابان من احتلال المستعمرات الألمانية في شرق الصين وشرق آسيا وتقديم المساعدات للجيش الروسي عام 1914 ميلادي. ثانيا احتلال بريطانيا للبصرة في العراق في عام 1914 ميلادي. وثالث هذه الأحداث في هذه المرحلة كان استخدام الألمان للغازات السامة عام 1915 ميلادي. ورابعا انضمت إيطاليا إلى الحلفاء كما تعلمون في عام 1915 بعد حيادها، وأعلنت الحرب ضد النمسا بهدف الاستيلاء على إقليم التيرول، ولكنها أما المرحلة الثانية وقد كان عنوانها تحول الحرب الأوروبية إلى عالمية، أي اتساع الحرب، والتي امتدت بين عامي 1917 حتى عام 1918 ميلادي، حيث يعتبر عام 1917 ميلادي أهم أعوام الحرب العالمية الأولى لعدة أسباب. السبب الأول وهو دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في عام 1917 ميلادي كقوة عظمى طبعا. أما السبب الآخر وهو قيام الثورة الروسية في عام 1917 ميلادي. هؤلاء هما أهم ملامح المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة والتي كان عنوانها انتصار الحلفاء أو انتهاء الحرب العالمية التي امتدت قرابة 4 سنوات، وهنا نطرح سؤال رئيسي لهذه المرحلة: ما النتيجة الرئيسية للحرب العالمية الأولى؟ النتيجة انتصار الحلفاء. طيب أعزائي الطلاب، كما أسلفنا سابقا سوف نقوم بحل التدريبات الخاصة بدرس مراحل الحرب العالمية الأولى. نفتح الكتاب صفحة 146، والسؤال الأول كما تشاهدون هو سؤال اختياري يتألف من 4 أسئلة. السؤال الأول يقول: أعلنت النمسا الحرب على، وكان ذلك بداية الحرب العالمية الأولى. يعني يا شباب، أول في بداية الحرب النمسا التي كانت سببا في قيام الحرب هي وصربيا كما تعلمون، حادثة اغتيال الأرشيدوك فرانز فرديناند. أعلنت النمسا الحرب على من من هذه الدول؟ أعلنت على ألمانيا أم فرنسا أم روسيا أم صربيا؟ الإجابة صربيا. إذن السؤال الأول جوابه الصرب.
ننتقل إلى السؤال الثاني. أعلنت الدولة العثمانية الوقوف بجانب إحدى الدول ضد بريطانيا. عندنا روسيا، عندنا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. الإجابة: إلى جانب من وقفت الدولة العثمانية ضد بريطانيا؟ الإجابة الصحيحة هي ألمانيا. السؤال الثالث: انتصر الألمان على إحدى هذه الدول في معركة شهيرة تسمى تاننبرغ عام 1914 ميلادي. انتصر الألمان على، الإجابة الصحيحة هي روسيا. السؤال الرابع والأخير من الأسئلة الاختيارية، وهو: استخدمت الغواصات في مواجهة إنجلترا وفرنسا وإيطاليا عام 1917 ميلادي. من هي الدولة؟ الدولة هي ألمانيا. ننتقل إلى الأسئلة المقالية، والسؤال بعنوان في صفحة 148. السؤال يقول: وضح أهم شروط الهدنة التي وقعتها ألمانيا في عام 1918 ميلادي، تحديدا في 11 نوفمبر. هناك عدة شروط بعد انتهاء الحرب وقعتها ألمانيا مع الدول الحلفاء، الدول التي انتصرت، وأهم هذه الشروط كما مر معنا هي: أولا، جلاء الجنود الألمان عن جميع الأراضي التي يحتلونها. ثانيا، تسليم ألمانيا أسلحتها وأسطولها وجميع غواصاتها للدول المنتصرة وهي دول الحلفاء. واضحة الإجابة يا شباب؟ إن شاء الله أنها تكون واضحة. أما السؤال الخامس والأخير، وهو مقارنة، قارن بين معركتي فردان ومعركة السوم. هاتان المعركتان سوف نعقد مقارنة من حيث الأسباب والنتائج. معركة فردان، أهم الأسباب التي أدت إلى قيامها بين فرنسا وألمانيا، طبعا هذه المعركة حدثت، الأهمية الاستراتيجية لموقع فردان بالنسبة للدول المتحاربة. أما أهم النتائج التي ترتبت على هذه المعركة كانت كالآتي: أولا، وقف الغزو الألماني، وثانيا، ارتفاع معنويات الجنود الفرنسيين. طيب، ننتقل إلى المعركة الأخرى وهي معركة السوم. سوف نلاحظ أن أهم الأسباب التي أدت إلى قيام هذه المعركة، طبعا هذه المعركة للعلم قامت بين عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا من جهة وألمانيا من جهة أخرى. أهم الأسباب التي أدت إلى قيامها: أولا، تخفيف الضغط الألماني على فردان، وثانيا، استدراج القوات الألمانية. حاولت هنا بريطانيا وفرنسا استدراج القوات الألمانية وابعادهم عن فردان ليخف الضغط، ونجحوا بذلك. أما أهم النتائج التي ترتبت على معركة السوم، وكانت: أولا، توقف الهجوم الألماني على فردان، إذا نجح الحلفاء في وقف الهجوم الألماني على فردان. ثانيا، ظهور سلاح الدبابات، ظهر سلاح جديد في الحرب، بداية استخدمه البريطانيين وأصبح سلاحا معروفا ومتداولا بين الدول. وإلى أن نلتقي أعزائي الطلبة في درس جديد، نسأل الله أن تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.